نتكلم بقى حالا على ازاي احنا نحط اللمض اللي كانت على الارض. كان المفروض ان انا اعمل دي قبل ما اعمل الالومينيشن، تمام، او قبل ما اعمل دوبليكيت للالومينيشن، وكمان قبل ما اعمل دوبليكيت للجلاس. لكن ممكن نعمل فيكس للموضوع ده. خلينا ناخد دي الاول بس نشوف هنعمل فيها ايه. هنروح ل element scene interface ونخش على scene setup. نفس اللي عملناه في اللانترن انا عملته برضو في اللمبة. اقول له import و افتكر كانت على الديسكتوب، كانت جوه الفولدر ده. هنلاقي لام، كل الكلام ده اللينكات بتاعته موجوده في الديسكريبشن بتاع محاضرات 6 و7، لان انا بدات استخدم دول المحاضرات رقم 6 ورقم 7. فهنعمل اوكي. هنلاقي اللمبه مكانها هنا. طبعا هي جوه اللانترن، فانا هطلعها بره اللانترن وهتبقى دي في جروب 4، تمام، ماشي بالمنظر ده كده. وكالعاده متقسمه ليه الحاجات دي، فانا بسرعه كده عشان ما استخدمش، عشان ما اقعدش انقي في ماتيريالز وفي تيكتشرز. كده كده احنا عندنا شويه تيكتشرز. دي اكيد هتبقى جلاس، هتبقى اللي هي الاي سي، تمام. وكالعاده لامب هنروح ل الاخ ده وهيبقى سفيريكال، وهنروح لليو في وهيبقى بوكس ريبيت، وهنعمل لها مثلا تكرار بتاع 3 و3 ولا حاجة تبقى بالشكل ده كده. دي الحديد ده هيبقى بالشكل ده، وافتكر دي ممكن تبقى راستد، واللي فوق ممكن تبقى كان فيه هنا وورم ميتر راستد 2، تمام. وده هيبقى شرحه. يعني يفضل ان احنا ما نقعدش نستخدم في ماتيريالز كتير. كنترول كليك عشان نجيب الموديل ده. فانا هخفي الاي سي وهاخد الموديل بتاع اللمبه، هيبقى عليه نفس اسف هيبقى عليه نفس الماتيريال. وكنترول كليك على ده اللي هو دي، هتبقى ممكن تبقى ميتال ديرت، واللي فوقها اختها، تمام. اما اللي جوه ده فده كله هيبقى نفس الجلاس. على فكره عايز تعمل له حاجه تانية اعمل، ما فيش دي، لا دي هتبقى illumination، دي هتبقى زيها. وافتكر في حاجه تانية، المسامير اللي فوق كده كده اصلا مش هتبقى باينه، المسامير اللي فوق دي او الحاجات اللي هي اللي فوق دي. بس والله احنا ممكن اقول له ريموف ان يوز الاول، وممكن ان احنا انا مش عارف ليه خامه الكبسول ليه خامة الكبسول مش هنا. طب انا هعمل اوكي مؤقتا، معلش. واروح في illumination. انا حطيتها هنا كوبي ماتيريال، واروح هنا واقول له بس ليه كده. طب تاني سيت اب. طب ما انا ممكن اعمل حاجه، اروح كده سيف از ماتيريال بريسيت واسميها مثلا لانترن لايت، واعمل اوكي.
وغير كده وكده كمان هاخد الكبسول ده edit. مفيش كوبي للموديل، مفيش كوبي للموديل. طيب هنضطر كده اسفين وامرنا لله ان احنا نعمل كده، وهندليت الالومينيشن والجلاس لان المفروض كنا نعملهم بعد ما نكمل. تمام بكده يبقى احنا نروح لماتيريال بريسيت وناخد دي نحطها هنا. كويس ان احنا حفظناها. تمام، وهروح في الالومينيشن وهسيبها زي ما هي مرفوعه. هنخلي دي كده، وزي ما اتفقنا لما بنروح في الالومينيشن هنقلب الريفليكشن مود بتاع الجروب ككل. تمام، اما اللامب الاول قبل اللامب هنرجع نظبط دي تاني. معلش رجعتكم لورا شويه. تمام، نخليها كده يعني تقريبا الفانوس بالزاويه دي. تمام، خلصنا كده من دي. نيجي لللامب بقى، هتبقى نفس الماتيريال دي على فكره على الاثنين دول. تمام، هنيجي على السين ماتيريال وهتبقى نفس الماتيريال. تمام، على الاثنين. الموديل بتاعنا ده الريفليكشن بتاعه مظبوط كده، كل حاجه كل حاجه تمام، كل حاجه مظبوطه، كل حاجه في الجروب بتاعها. ما افتكرش ان احنا نحط هنا حاجات تانية علشان بس تبقوا عارفين. اللامب دي انا ممكن اطلعها فوق شويه على اعتبار انها تبقى فوق فوق الارض شويه كده. تمام، افتكر كده تبقى كويسه جدا كده، تبقى تمام. هنعمل اوكي، هنلاقيها طلعت فوق بس، وده هيغنينا بصراحه ان احنا نقعد نحرك البتاع ده. كنترول اس. جروب أربعة ده مش هسيبه عبارة عن بوينت، لكن أنا هقول له أنت بلين. تمام، بما إني قلت بلين يبقى أنا هعملهم كذا كذا بارتكل، مش بارتكل واحدة. و في هنا شيب سكيل، هنكبر الشيب سكيل. الشيب سكيل على فكرة مش بيكبر الحجم بتاع البارتكل، لا الشيب سكيل بيكبر الحجم بتاع الاميتر. تمام، مش الحجم بتاع البارتكل. بعد كده احنا عايزين نعمل ديسبليس. اولا دي ممكن تبقى 80 تبقى افضل. تمام، بعد كده عايزين نعمل ديسبليس او نعمل سكاتر. سكاتر او ديسبليس برضو في البارتكل ريبليكيتور. لو فتحنا بارتكل لوك مش هنلاقي فيه القصه دي. تمام، ف السكاتر طبعا خلي بالك اكس واي زد، مش عايز سكاتر على واي، احنا عايزين سكاتر على اكس. وسكاتر على زد. زي ما احنا شايفين مش بالدرجه الكافيه. تمام، فانا مش هشتغل بالسكاتر لكن هشتغل بالديسبليس. تمام، راحت فين راحت فين. او ديسبليس ديسبليس اسف نسيت ان ديسبليس مش هتشتغل غير لما نفتح المالتي اوبجكت، واحنا ما عندناش مالتي اوبجكت. طيب خلونا نشتغل بقى بايه؟ السكاتر طالما هي هتبقى كده، اشتغل على اكس تمام، ونشتغل على زد طبعا مفيش على واي.
تمام. آه البارتكل افتكر حجمها كبير شوية، تمام، فهنروح للبارتكل لوك ونخلي دي مثلا 8، افتكر كده احلى. ممكن على اكس نزود شوية كمان، دي لو عملناها كده هتعمل ده. عشان كده ما اشتغلتش من السكاتر كجلوبال، لكن اشتغلت من السبيسيفيك اكسس اللي هي اكس واي وزد. فهنخلي هنخلي دي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. طب تمام، بعد كده هنعمل كنترول دي ونمشي نفس المشوار اللي فات، تمام. هنسمي ده illumination، وزي ما اتفقنا طالما هنخش في الالومنيشن يبقى احنا هنخش على لامب وهنخلي ده انفايرمنت، وهنخش على لانترن. ممكن نخلي الجروب كله على بعضه انفايرمنت، تمام. بس مش عارف ليه هي مش بتوفررايد اللي تحتها، يعني مش عارف ليه هي في الحته دي مش بتوفررايد اللي تحتها. عموما مش مشكله، تمام. هنروح لاوتبوت وهقول له طلع لي الالومنيشن، هلاقي مطلعها لي بالمنظر. انا عاوز بس في ريندر سيتنج، لا في اوتبوت اسف، اطلع الالومنيشن دي باتنين بحيث تبقى ازيد شويه، تمام، بس مش اكتر من كده. طبعا طبعا طبيعي يعني ان انا هروح في ريندر سيتنج واقفل، ولو انه مش هيحسبه بس برضو يعني تخوفا، ونقفل الشادو، تمام ماشي. وبعد كده هنروح على الجلو و فور اد، والله هتطلع احسن من اللي انا عاملها. خلاص هنروح بعد كده على ال دي، قلت لكم هتطلع احسن من اللي انا عاملها، تمام. ونخلي ده بوينت 1، يمكن ده اقل انتنستي فيهم على فكره، وراديوس كبير شويه، كنترول دي، تمام. ونخلي ده بوينت 2 وريديوس اكبر شوي، كنترول دي تاني، لا بلاش كنترول دي، حط على طول اكسبوجر، ونخلي الاكسبوجر بتاع 2 كده ولا حاجة. بدأت تدي اللي احنا عايزينه، لا بس يبقى قليل سنة، تمام. افتكر افتكر كده تمام، ماشي. بعد كده اخر واحد بس كده، ده كده تمام جدا 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 جدا. دي كده كويس. طبعا البلو دي السوليد اللي هي بصراحة دي السر في اللوك اللي انت شفتوه، السوليد دي، تمام. الماسكس تمام، بعد كده السوليد دي، بعد كده الكالر كوركشن، تمام.
يمكن الباك جراوند هتدي اللوك الفاينل الفلور. افتكر انتوا عرفتوا كده السين طلعت ازاي. خلاص فاضل حاجة واحدة فقط اللي هي الالومينيشن او ال 3 دي. دي هنعمل كنترول دي. انا ليه عامل سولو بقى؟ نشيل ده. تمام، هنعمل كنترول دي ودي هنسميها الجلاس، وهنطلع الجلاس فوق الالومينيشن. تمام، ونروح هنا للسين سيت اب، وكالعاده هخليها سفيريكال بقى، هرجعها زي ما كان، هسيبها زي ما هي. خلاص انا طبعا البلان انا مش عايزه خلاص في الجلاس، لا عايزه عشان يعكس. كل ده هسيب ده كله زي ما هو، بس كل الفكره ان انا هروح هنا ل اوتبوت وهقول له طلع لي الريفراكشن زي ما اتفقنا المره اللي فاتت. افتكر دي خطوه معاده. تمام، هنلاقيها بالمنظر ده. قوم قايل له اد. تمام، وبعدين هحط راديال سي سي راديال فاست بلر، وهقول له انت على تبقى على البرايتست. خلاص، ونزود ده كده زي ما انتم شايفين. تمام، و هو راح فين الهوت سبوت بتاعته فين؟ ايوه اهي. تمام، جميل. بعد كده هنحط كيرفس. والله كل ده ما عملته في السين الاصليه اصلا، ولو عايز تقويه شويه او تهبطه شويه في الفا، يا اما تعمل كده فهتلاقي الفاست بلر بقى زياده، يا اما تاخده كده فهتلاقيه هدي شويه. بعد كده تاني حط كيرفس، بس كيرفس ده بقى عشان الالوان. ريد، هنرفع الريد. تمام، بلو، هناخد البلو لتحت. تمام، جرين، هناخد اوبس مش انت جرين، هناخد الجرين كده وناخد ده كده بحيث يبقى اورنج، اورنج كولر. تمام، بالمنظر ده. افتكر ان دي كانت محتاجة تعديل. افتكر دي تبقى احلى لو كانت كده. شفتوا ال بتاع حلوة. تمام، في الفا افتكر الفا ده شوية فهنلاقيه بالمنظر ده. تمام، نلاقيه بالشكل ده. طبعا في واحد يقول لي ان ممكن نعمل كده، والله هو ماشي بس كده تبقى اوفر. تمام، والله هي مش اوفر قوي، بس لو جينا عملنا ليه بوينت 2 ورحنا للاخ ده عملناه 50 60 مثلا 70، يعني افتكر هيبقى كده ظريف. يعني تهيألي ممكن ناخد تحت شوية. تمام، وناخد الألفا دي برضو تحت شوية. أفتكر كده هيبقى أحلى كتير. جميل، لو جينا نبص للأنيميشن نفسها بقى، نستنى بقى طبعا لان السين فعلا هتبقى فظيعه، هنلاقيها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لكن اللي انا عايز اعمله لسه اللي هو الديبت اوف فيلد. الديبت اوف فيلد انا في السين الاصليه انا عملته من كاميرا الافتر، لكن انا هنا هسهلها عليكم شويه لان كاميرا الافتر كانت رخمه شويتين. هاخد السين دي اللي هي كنترول دي لإليمنت وهسميها ديبت.
هو انا طبيعي ان انا هاخدها تحت خالص عشان مش محتاجه اصلا، بس انا هروح لرندر اسف هروح لاوتبوت وهقول له زيد وبس. تمام، اكتر من كده مش هعمل. طبعا على فكره هو AA هيشتغل مع الفوكس بوينت او الفوكس ديستانس بتاعت الكاميرا. لو قللت دي كده او لو زودتها، لا هو لا هيهمه يعني. لكن اوبس كنترول زد ماشي، هروح هنا واروح على الديبث ستارت واند. الذكاء اللي انا فيه ده صح، ما هو له كنترول زينا اساسا ماشي. فهقول له زي ديبث ستارت، لو عملت كده هلاقي ان لغايه كلمه رمضان هتبقى في البلر. تمام ماشي، بس انا عايز ان الفانوس ده هو اللي يبقى بلر ورمضان تبقى فوكس قوي. فانا ممكن ازود ده شويه، ده كده الزي دبس ده هيبقى اند هنا طبعا مش هينفع اند هنا. فاحنا هنخليه كده بحيث رمضان دي تبقى بيضة كده في الفوكس. تمام، يبدأ بدري شوية. جميل، نيجي بقى كنترول الت واي ادجستمنت، بس تبقى فوق الكل، وهنحط هنا افكت اسمه فريش لوفت. تمام، وهنعمل وهناخد له اللاير بتاعتنا اللي هي الدبت ومش عايزينها. تمام، نصوره بس ماشي. فين الادجستمنت؟ وادي الادجستمنت كمان. جميل، لو احنا عملنا البلر راديوس ب 10 والفوكس بوينت قللناها كده، هنلاقي زي ما احنا شايفين. لو خدنا دي عملناها نان وعملنا الدبث، فعلا هياخد خلي الدبث ده هنا مثلا بس كده. عند كلمة رمضان ونيجي على الاي 3 دي اللي هي بتاعت الدبث دي، واللي هنغيره هنا المفروض يترفلكت هنا مفترض. طيب حلها، فكرة انا بحاول من ساعتها اشوف حل علشان اشتغل على الزي ديبس على الكومب دي زي ما هي، بس للأسف ولا افكت حتى الكاميرا لينز بلر ولا افكت هيشوف دي وهي ناتيف بالمنظر. طب الحل، الحل يا تعمله بالطريقة المتعبة، يا اما الاسهل من كل ده شيل القصص دي، انك انت ترندر تعمل رندر للكومب دي. ازاي؟ ان انا هروح لكومبوزيشن واد تو رندر كيو لوزلس، وهطلعها مثلا وليكن اوبن اكس ار عشان اضمن كواليتي، وهنا هنسميها مثلا ديبث باس. تمام، وكل حكاية ان انت هتقوم عامل لها ريندرينج وتاكد ان انت الكود تايم بتاعك للستارت بزيرو، وتسيبها تعمل ريندر. بعد ما رندرنا نستورد بقى الفايل بتاعنا كسيكونس، هقول له امبورت واخد الفايل ده. الديبث لاير دي ما عدتش محتاج منها حاجه، هكنسل ده كده. وطبعا اقدر ان انا هنا اتحكم في السولو زي ما انا عايز، اسف في الدبس ده، ما انا عايز ممكن حتى اقول له ليفلز واخد الدبس مثلا
كده شوية، تمام؟ يعني كده الفانوس ده فل. فول ديبث ده كده هيبقى ان فوكس، تمام. لو رحنا لللاير دي وفتحنا ايليمنت وفتحنا دي كمان وقلت له هنا انشط بقى ده، واروح هنا اقول له هات لي الديبث باس، شيل دي، هلاقيها بالشكل ده كده، تمام. اقدر ان انا اخد ده اهي واقوم رايح عامل كده، هلاقي الدنيا اشتغلت معايا زي الفل. لو رحنا عملنا دي كده، تمام. لازم طبعا هروح هنا اقول له نن وارجع اخدها له تاني عشان تبقى ابديتد. دي ممكن نخليها 7 خلاص، وممكن كمان احنا ناخد الفوكس بوينت بالسالب، وافتكر هتبقى اظرف. تمام، ممكن نشيل الانفرت ده فهنلاقيها بالمنظر ده. الطريقه دي على فكره اسهل كتير قوي 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 من انك انت تشتغل بالدبث بتاع الكاميرا. هنشيل كل القصص دي وهنلغي الدبث دي من تحت من هنا عشان مش عايزينها، هنلاقيها بالشكل ده. في الاخر انا عملت ده في الفوكس، فكل الحكايه ان احنا هنروح هنا وهنقول له ده كده بالمنظر ده ولغايه اخر السين. تمام، هنخلي الراديوس ده بصفر، استنى بس يعمل ابديت، يبقى ده بصفر. ده لو انت عايز كله يجي في الفوكس. الراديال بلار ده لو انت عايز تسيبه سيبه، مش عايز تسيبه ما تسيبوش زي ما انت عايز، بس اللي مش هنغني عنه الشغل ده، تمام. الجلوينج زي ما انتم شايفين الوهج مدي كأن في وهج جوه الفانوس نفسه. انا ممكن اخلي ده كمان ب5، تمام، و 3، تمام. ممكن 0.3 0.5، اظن كده الدنيا تمام جدا جدا جدا. بالنسبة لكيرفز افتكر الاولاني ده ده الفا، تمام، ماشي، والتاني ده الكالر. فالاولاني انت ممكن تزود منه الريفراكشن كأنك بتعمل الازاز مثلا تخين، او كأنك بتعمل الازاز مثلا شفاف، يعني كانك بتشتغل الاي او ار بتاع اليمنت من جوه بتاع الريفراكشن، بس تشتغله من الكيرفس كده، ازاز شفاف قوي خلاص زي ما احنا شايفين، او نضيف شويه كده، انت زي ما تكون بتزود الجلوسنس بتاعه الازاز. اما دي فانت بتشتغل على الكالرنج زي ما انت عايز، اما الجلو ف يعني يعتبر زي انترنال بلو. بعد كده اخر حاجه هاخدها هاخد البيج داست والسمول داست، كنترول سي، وهاخدهم على كاميرا 2 كنترول في، تمام، بالمنظر ده كده، وهاخدهم تحت الكالر كوركشن. بس طبعا طبعا يعني البيج داست المتر هروح هنا اخليه 20 ولا حاجه، تمام، علشان كان كبير ورزل شويه. لو حابب ان الداست ما يعديش من الارضيه، يعني انت مش انت عايز داست هنا مثلا، ما انتش عايز، ولا اقول لكم مش مشكله، هي كده كده شكلها كويس اصلا، دي حاجه. الحاجه التانيه البيج داست هنا الاوباسيتي افتكر كبيره شويه كده، كده اظرف بكتير بكتير جدا، تمام. السمول داست
كده احسن. بس طبعا الاثنين دول هنضغط F4 وهننشط الموشن بلر على ده وعلى ده، تمام، ويبقى ناشط طبعا على مستوى السين ككل. بكده نكون انتهينا من الوركشوب بتاعتنا بتاعت رمضان. اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم، واتمنى ان تكونوا استفدتم منها. كان معاكم احمد عبد الرحمن، والسلام عليكم.